قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء أمير المدينة رجل شاك قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسر مأجره وهم مهتدون ما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن مثل ما تأتوني أني سفاهتهم سيئا ولا ينقذون إني في ضلال مبين إني آمنت بربكم وأسمعوا إني لدن الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من القرمين وما انزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كان الا سعاده واحده فاذا هم حامدون يا حسره بعد ما يديهم من دون الله كانوا به يستهزئون لم يروا كما لكنا قبله من القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل لما جميع لدينا مهدرون وايه لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا ومنه ياكلون وجعلنا فيها جنات من نعيم فجلنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآيات لهم أنا من أهدهم في الوحي المسؤول ولكن لهم وآيات لهم الليل نسوا من النار فإذا